وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية، نعود فيها مرة أخرى إلى فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا يوسف، شكرا دينا، وأهلا بكم مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 35، الصغرى 25، اسكندرية 31 24، مطروح 30 23، بورسعيد 32 24، اسماعيلية 36 24، جوها حار. بالنسبة للسويس 37-25، العريش 32-24، طابة 39-24، شرم الشيخ 40-30، الغردقة 41-30، وجوها الشديد الحرارة. في الأقصر 45-27، أسوان 45-30، الوادي الجديد 45-27، شلاتين 40-30، حلايب 38-30، وجوها حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.